السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا، وإن شاء الله نسيبكم بخير ولاباس عليكم أنتم وولادكم إن شاء الله. اليوم عندي رايحة نطيب الغريبية تاع الزيت تاع بكري بكري كيما نقولوا تاع زمان. أنا نحب نطيبها خاصة في عيد الأضحى، والغريبية هذه راهي شابة خفيفة وروعة، يعني سهلة ومليحة. أنا عندي هنايا 250 غرام تاع مارغارين، أنا حطيت هنايا لابيل 250 غرام، عندي كاس سكر سكر غلاس، وعندي كاس زيت، عندي نص علبة تاع خميرة اللي هي مغرف صغيرة تاع قهوة، وعندي مغرف صغيرة تاع لافاني، وقرصة تاع الملح، وعندنا شوية قرفة للتزيين، وطبعا لافارين، هاي لافارين هذيك راني مغلبلتها على حساب واش نخلطو. عندنا الزبدة تاعنا كيما راكم تشوفوا، بسم الله، السكر هذا كنت غربلتو ولكن ما نحبش، معليش. عندي واحد القريصة تاع الملح، وعندي لافاني، يعني بسم الله، وعندي الزيت، نحط كلش على مرة ورايح نخلط. نخلطها هذه تحب تتخلط مليح، هاد المقادير الخميره نخليها مع الفارينه. عندنا هاد السكر مع هاد الزبده، لازم نخلطوها على الاقل واحد دقيقه ولا دقيقه ونص. راح نخلطها مليح ونرجع لكم. من بعد ما خلطت مليح الخليط تاعنا، خاصة على السكر هذاك ذوبته مليح، يعني واحد دقيقة تاع وانا نخلط، نحطو الفرينة تاعنا، بسم الله، نشوفو الفرينة على حساب واش يدخلنا في هذا الخليط اللي راحنا مخلطينه. انا عندي واحد المغرف معمرة تاع خميرة الحلوى، نخلطوا فارينة دروك غير بالعقل. البنات عندي برك ملاحظة قلتها لكمش، هي الغريبية هذه السر تاعها اللي باش تجي خفيفة وتجي شابة، يعني فيها واحد السر تاع الفارينة اللي لازم تغربلوها على الأقل واحد 3 مرات، تغربلوها المرة الأولى وتزيدوا لها وتعودوا لها مدى بكم. وما هذه هي، يعني أنا هنا راني مغربلتها 3 مرات. نخلطو ونرجعو. هنايا نستعمل يدي، دخلت لي الفارينة هنا 700 غرام، يعني 700 غرام قد قد. هاد العجينة تاعنا لازم نعجنوها مليح، هاد الغريبية لازم تنعجن مليح مليح. انا رايحه نعجنها واحد دقيقه ونرجع معاكم. هاني عجنتها مليح البنات، عجنتها واحد دقيقه وانا نعجن فيها حتى خلطتها مليح. هذا هو القوام تاعها كما راكم تشوفوا، راها رطبه وشابه باش ما تغبلناش، يعني في كي نكوروها. بسم الله، دوك نكورو على حساب كما نقولوا عينك ميزانك، واش تحبيها كبيره ولا تحبيها صغيره. هذه هي، نزيد لها شويه نشوف الحبه الاولى، من بعد تجيني سهله انا ما نحبهاش كبيره بزاف بزاف، وما لازمش تكون صغيره. هذه هي، هذه هي البنات، راح نشكلوها على حسب، عفوا، هذا هو الشكل تاع هاد الغربية تاعنا. مع تزيد تنفخ شويه، راه فيها شويه تاع الخميره، بسم الله، نزيد واحد الحبيبه. خلاص درك كي درت الاولى
الاخرين يجيو قدها. هي سهله. نكملوا العجينه تاعنا، نحطوها شويه متباعده على الحبه، يعني على اختها. انا السنيوه تاعنا درت له ورق الطهي، ونكمل كامل العجينه هذه تاعي ونرجعوا كيف كيف مع بعض. الغربيه تاعنا كامل دورناها كورناها كامل كما راكم تشوفوا. دوك رايحين نزينوها بشويه تاع القرفه، نرفدوا غير شويه على الراس تاع الاصابع تاعنا باش ما يطيحناش. يعني نزينوها كامل بالقرفه، هي حلاوتها كي تجي بالقرفه. هذه هي. ودوك تزيد تنفخ لنا شويه مع الخميره هذيك اللي رحنا حاطين لها على بها. انا حطيتها يعني ما هي كبيره ما هي صغيره، حطيتها خلاص. البنات رايحه نحطها في الفرن. واش هي دروك البنات السر تاعها في الطياب تاني؟ كعاود الطياب تاعها ما تخليوهاش تكحل من تحت، يعني لا حمرت فوق اللازم تاعها راها تجي يابسه. يعني كي تحمر تجي دوغي دوغي، يعني اللون هذاك الشباب خلاص. هذيك هي شويه هي طيب بيضة من الفوق، واش هي كي نشوفوها تحمر من تحت شويه مليح خلاص هذاك هو، ما تخليوهاش برك تكحل. الغريبيه تاعنا راهي طابت، راهي واجده ما شاء الله، راهي جات شيشه وشابه. ريحه القرفه تاني راها فيها مليحه. برك نقول لكم على اللون نتاعها كيما راكم تشوفوا فيه اللون هذا. انا كي طابت من تحت شعلت لها شويه من الفوق باش تنشف من الفوق. نشوفوها كيفاش جات الغربيه تاعنا. راهي جات الدوب ما شاء الله، جات روعه، كنا دقناها وجات شابه. ان شاء الله تعجبكم وتردوا لي الخبر، وان شاء الله نتلاقاو في المره الجايه بحاجه واحده اخرى ان شاء الله.